هذا الحال. دابا قال لي ماشي بدك تشوف معنا حنا اللي ماشي قال هذا عبدو حراي فيها بيستا. بيستا وغنمشيو لديك الفيلا ان شاء الله. والفيلا ولا قلت الفيلا ماشي عندك الخير زقاقيق الطيور زقاقيق الكراين كاين لا طوموبيلات لي بغات. السلام عليكم متابعين ديالنا، كنتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. تحية الحضور ديالنا اللي كيتبعونا داخل الوطن خارج ارض الوطن، مرحبا بكم معنا فيديو جديد. السلام عليكم مشاهدين ديالنا، نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. المهم الفيديو ديال اليوم اخيرا اخيرا شرينا دارنا في تطوان. وملي كنقول سلمى شرينا دار في تطوان فطبعا غادي يكون معها واحد المنظر اللي هو هذا كما كتشوفوا. احنا دابا وما اللي كتعرفه اذا تمشي شريتي الدار فطبعا خاص يكون قدامها الطبيعه، لان علاش كاين بعض الانسان كيهرب من الدار ديال المدينه. حنا دابا تطوان قريب علينا، راه هي تطوان دوار لا سلمى، راه هي مدينه تطوان كما تشوفوا، راه هي الاضواء ديالها شارع الرمانه، وهنا ها هي الطبيعه. شوف على طبيعتها كما قلنا لكم الدار خاص يكون وحدها الطبيعه، الطبيعه هي هذه كما كتشوفوا. شوف على اجواء ها، اي واحد صراحه يتمنى يشري هذا الدار هدية لينا ولكم احسنتم. الدار كما قلت لكم بانورامي غزال برصين ابو يزنزن، صراحه اللهم برصين ولا طالب في المدينه. وحنا هاد الخمس سنين كامل دوزنا في المدينه صراحه ما كذبوش عليكم، ما ولفنا شي مع طالب في المدينه صراحه، ما كنعطيو شي، وحتى الفيديوهات ما كناش كنعطيو ديك الطاقه ديك 100%. ناس ما كتعرفهم اللي كتصطاب بزاف من المنعش مزيان، فكيكون العلاقه ديالك ما مرتاحتي، اذا ما غتعطيش الطاقه الايجابيه. ولكن واخا هكا كنا كنحرصوا نعطيكم الطاقه الايجابيه. المهم كما قلت لكم المنظر هو هذا، والدار هي هذه المسطح ديالها فيها تقريبا شي 160 متر، وفيها شي بركه الارض ديالها هنايا مع الدار. الطوموبيل ديالي راه هي فيني، الطرق راه هي وكتخرج من هنا وكتخرج لحال ما هي مع شنو كيقولوا فابريكا اللاجو، فابريكا السيمي، فابريكا الطيب. المهم هاد الدار هادي جات في فابريكا السيمي، الناس اللي في تطوان يعرفوه. المهم بالنسبه لديك الطرق هذيك تاع المراجل، شوفي هذيك الطرق اللي عارفه هذيك كتخرجكم ديريك للكورنيش، ديك الطرق هذيك راه اللوحه كتخرجكم، يعني الدار انت في المدينه وانت في نفس الوقت في الباديه. بغيت كالفورنا فاق الكانون، المهم بغيت طيب الطياب على على خاطرك الصبا وهنا موجود كما كتشوفوا كيبقى عفسد. كاين ونزيدكم واحد الحاجه اخرى، كاين اشياء هنا طبيعيه كيبيعها قلع نعم اللي قلت عندهم الغرفه نتاعهم. بالنسبه للماء موجودين الشاطئ وين الماء، الشاطئ ديال الماء بالنسبه للشاطئ وين الماء هما كيتعمروا كيتعيط لي تقول السلام عليكم عمر لي الماء. وكما كتعرفوا المدينه عند الافاق كيجي واحد النهار الدار هنايا الشوارع والديوان والكورنيش، ولما لا يكون هذا الوادي هو الحامل تبارك الله. الاذان ديك الساعه نرجعوا معكم. شو واحد الغرصه فينين تما النعناع تما عند كلشي. المهم ديك الطريق هذيك كتخرج للمدينه بلا ما بلا طاكسي ولا حتى شي حاجه ياك. المهم انا نخليكم النمره ديالي تما اللي بغا يتواصل معايا حتى تتبع المتابعين. يعني حنا قلنا لكم شريناها الله يسهلنا عليكم، حنا النهار هذا رزقنا الله غنشريوها وغنبارطاجيوها معكم بالفرح وبصداقه بواحد الروح، لان علاش حنا بدينا معكم من الزيرو، يمكنش يشري شي حاجه ونخبوا عليكم. حتى تتباع اللي بغى يشريها مرحبا، خليكم النمره ديالي هنايا تواصلوا معايا انا اللي مكلف بها، ويلاه نوريوها لكم من تحت شفنا هي. احنا ما كرهناش نشريوها صراحه، ولكن باقين مع الناس ما عندناش باش نشريوها الدار. الناس اللي في الامكان ديالهم انهم يشريوها وخاصهم يسكنوا في تطوان والهدوء والجو ديال الباديه وهما في المدينه بلا ما يمشيو زعما حتى لبني احمد، حيتاش حنا بزاف ديال المتابعات سقصونا قال لك سلمى ورينا شي دار تما في الجبل كتباع ونسكنوا فيها. انا جبتكم اختي الهميزه واعر، ها هي الهميزه نتا في المدينه راه الديوان قبال تكون عندك الطوموبيل، الحق سيكون عندك الطوموبيل ديالك ها راه الديوان هي بعيد على الصداع وعلى الطوموبيلات هذاك الشيء. بالنسبه انا وما خوتي من جيت مرتاحه دايدي السكنة حدا البحر وحدا كلشي حدا السوق وحدا، ومرتاحين شي من الناس
هنايا اشني اسم هذه برزين؟ برزين دري تاعها النفسيه. كنقولوا لها برزين كان اللي كنقولها بزبيزه. كان كنقول بزبيزه احنا كنقولوا لا فلالا ديك بزبيزه سخانه. ما نقولوا هذه ملي كيكون سخانه بزاف. المهم هذا المساحه هذه ها هي بقاله. ها هي بقاله برا رامينا تمشي صح. مطاع ديك الرمانه ولا وزو والشجر ديال الكرموس. كاين الناس يبيعوا طرف الارض. انا اللي بغى يجي لي الرمان اللي بغى يشري شي طرف يزيد لي شي طرف الارض. يلا نوريوها للمساحه. هذا السطح اللي بغى يبني فوق مني يبني. بالنسبه هاد الدار هذه ما ساكنه شي زعما خاويه، ولكن صراحه نقيه نبيضه عند مواليها. نعم دالكم من برا وانا داخله باش يكون داك الشيء ناضي. تصوركم من المغرب. المهم هذا السارجي، هذه الخرجه للباب. حيدا مريم هذا قبلت الباب عند واحد البيت. ها بيت خاوي شتي. دخلت من الكوتشي ديالي نزلتو. هذا وسط الدار. هي بلا فراش الصراحه. فيهاش الفراش. دابا انا كنقول للناس اللي باغيين يصلحوا ويفرشوا على ذوقهم. هذه غير مولات الدار معدلاها شي. هذا هنايا وصل. هذه هنا بيت النعاس. هنا واحد الكاعه. هذا بيت ثاني كبير. تشوف المساحه ديالو شحال كبير. كيهز الكامه وديك الشيء كامل. المهم بيضوها على ذوقكم وديك الشيء. وهاز الماريو وهاز الكوكيطا. المهم كبير. ايوا هذه سيطه الدار. هذا يقول الصاله. هذه الصاله. الباب ديال الخارجه هي هذه. بحال اللي ساكنه في الجبل وانت في المدينة. هذا مدروج. هذا الطواليت عزكم الله. ها هو الدروج عند من الداخل كيطلعوا للسطح. هذا واحد السارجيم. هنا غنمشيو تنشوف الضوء. المهم هذه حتى هي الدخله. هي فيها جوج ديور. كنجبرو هادي. هنا الصالة كما شفتو هاهي كبيرة. هاهي الصالة. هنا البيت. هاهو الشرطة. هاهو البيت كبير. هاهو بالباب ديالو كلشي. هنا الدوتشة هيا اعزكم الله. جدوتشات شحال طوم هذه. هي الكوزينه. هذه الكوزينه. هاي الكوزينه شتو كبير عا خاصها الاصلاح. المهم اللي عايزكون يصلح على ذوقو. هي الاصلاح ماشي مصلوحه زعما ما فيها لا قرص فيها غز اللي يجي هنايا صافي. المهم على قد كل واحد وحتى الثمن صراحة عاود قاد الجهد تتعمل مناسب. هي صراحة الكبور كبيرة فيها شي 160 حزيد من برا باقي الأرض قدامها. يعني فيها جو ديورة. هي فيها جو ديورة. هذه الزنيقة. ها هي تقي الكريسية تجلس هنايا تحت الشجرة. المهم واعر هنايا باقي عاود الدرهم. هذه كاملة محسوبة عليها. هذه الطريق يوريكم من فوق فيها شجار فيها داكشي كيحمق صلاني. المهم هذه الليمونة هذه تاني محسوبة عليها مع الأرض. هذه اللي بغا يفتح الباب اللي بغيت يفتح الباب لديك الدار فتح لنا. بغا يفتح الباب راميناتي هذيك السرجيم كان عندهم الباب هما. هاي جلسة. المهم ما ديرش على شي حاجه حيت الناس ما ساكنين شي ماشي زعما مخمله الزنقه ولا شي حاجه. هنا كان عندهم الغرفه. ها هي. المهم هذه الطريق كتهبط للطريق الرئيسيه يعني.
مهم المنظر تاع الغدا في الصباح وتشوفوا مزيان. دابا المغرب دنات الزيتون، المهم الشجر ديال الكرموس، خصك تيطوان، خصك الحمامه قدامك، خصك تسرى في السوبر مارشي هاو قدامك، خصك الهدوء والسكينه انتي بحده. المهم داكشي ناضي وصافي. كاين السكان اخرين فوق هاد الدار هادي، فوق هاد الدار هادي كاين السكان، الناس ساكنين هنا، كاين الفيلات، كاين بزاف د الحاجات. المهم داكشي ناضي والنمره غنخليها لكم العبدو، اللي بغى شي حاجه يدخل يتواصل معاه، ويتواصل مع مولات الدار اللي كتبيعها، والله يسهل عليها يا ربي. وصافي اخوتي هادشي اللي كاين، الله يسهل علينا وعليكم. طبعا جبت واحد الرمان، احنا نكمل معكم الفيديو غدا ان شاء الله. ها او تيليفون بانوما، بانوما ها او تيليفون بانوما او تيليفون بنون مني كنو هاني كنو. المهم دابا جبرتونا من بعد ما مشينا للدار ونزلنا حويجاتنا، غنمشي ان شاء الله نطلعوا لينا واحد الدوره. صح من هذا السكن الناس اللي في الجبل قايله، الجبل واعر صراحة والله، شوف فالاجواء واعرة، ولكن في الشتاء كاين شوية تكرفس. الشيء إلا كان عندك الفلوس ما كيبقاش تكرفس، لا لا باقا الطرق ما معوضاش. الناس كيبقاو في الزناقي حتى بجوج د الليل ثلاثة، قوية السخانة بزاف. إما مسكينة عرفتي، طلعنا الدار الفوق الهدوء. دابا مرحبا هنا السوق الجبال، هنا شينا البارك الحمادي، السوق السعيدية اللي قلت لكم كنعرفو هذا سبقنا هنا بارك الحمادي. عامر عبدو عامر يلا تعرف تضوان فيها الناس بزاف تبارك الله. لا هذا كيشوت في العشرة كنخصني نمشي لواحدة أخرى تحت الأرض. فرش لها هاد الملطة، واحد عبد الله صابان ها ها راه صابان عبد الله بعدا صابان خذي غطيها بيها شحال نغطيوها؟ إلا هايدا ورد عليها صافي سير انت. دابا جينا لتطوان شرينا لسلمى ديك شي اللعيبات، ايوا جلسنا في واحد ملبانه وعيطنا على زعزع شي مرا مسكينه ما عرفت وحام ولا طالع على قالت ما كرهت قد زعزع. اختي العزيزه حنا راه بني احمد ما عندنا شي زعزع، جي خصنا نضربوا زعزع، خصنا نضربوا الطاقوس هذا اللي ما عندناش. طاقوس زويريه دابا مسكينه خليها عندها. تبارك الله عليكم ما شاء الله عليكم، مرحبا بكم تطوان. صراحه شرف زعزع، اي كلمه صراحه زعزع كي حماق مزيون بزاف. المهم هذه البلاصه ديال تطوان واعره عمل لايك صراحه زعزع الشمالي والله الا واعر. احسن خريجه مع اختي سلمى وخي عبدو ما شاء الله عليهم، صراحه خريجه خفيفه ظريفه واعره. تقالين على وقعت لا لا والله الا خفافين على القلب، هذه حقيقه على الرقبه ديالك. مرحبا بك سعيد قيصه زدت عجبتني بزاف تاع في الماكل زعما كانت لاكارت كروفته هذه المسلقه هذه لاكارت جديده في البلاصه هانتي مع ديك الصاك يا عجم واه تاع الطاقه بس مش شاف هذا اللون اللي جات معوجه شبرها ها بحال السويله هذيك جبت لقه انا لبست عليا وجات لي طويله شويش انتي غليط عليا عتجي ناقصه انا نقص على قدي انا ديت هذه تشوف هالمحل هذا كلشي 100 درهم، المهم 99 درهم قلنا 100 درهم هاد الكسيوات فنين صراحه والله الا مستورين وحتى الثمن مناسب. تطوان الرخا والرباخا، الرباخا والاشهار فابوريك صح.
الصحة سلمى الصاك. يعطيك الصحة، تشوف انت بلي جبنا الصاك هذا ها هو يبان لي مزيان. اه نقربوا له قرب زين نزلوا هنا صافي. شو هذا انا ما شريتوش صراحة، شريته لي سهيلك اللي مشات بعيد هي اللي شريته لي كاطو صراحة. انا نحلف ويحلف قلت والله حتى ديها في سكيوك، قلت لا الله يعطيك الخير شكرا بزاف لي خاطر الله فرحانة والله إلا شكرا لي لابسكيك الكاطو يدي واعر. شنو نسيت آخر؟ أنا شريت لبسة هذيك السيوة هذي، المهم ديك السيوة اللي قلت لكم ب 100 درهم 99 درهم بصحتك. الله بنتي بقات ما فرحت ديك درهم عباه لا ما طاحكمش لا ما طاحناش ايه طاورين مطويرة ودرهم حنا من ردوا لنا لا جد شوف 100 درهم كيعطيو لهم هذيك السيوة هذا مزيونين مزيونين ومريحين مريحين ومع عندي رطة هاي داير رضاعة طبيعية عندها من القفيلات هاهم بصحتك يعطيك الصحة وفيها الألوان شوف مشي للزرق مشي للأورو مشي للقمر واش والبركيني ورينا البركيني كوبو هذا السروال اخوتي قال دريتي تما اللي كانت عندها شحال هذي والنسيبه هذا شنو اسمه؟ هذا شنو يقولوا له؟ الراقي باقي لاقى له شاقي خرج من داك الجنون السبنية السبنية البحر زيد او هذا خوتي بوركيني اللي صراحة عنده بزاف ديك الحاجات عملت عملت لي تلمع لي حالة خوتي حالة شوف تحمر تزرق قلت له تشوفي البوركيني بوركيني ترفس ما وتنزل واخا تقول لي اللي قلت لي بوركيني بوركيني كيبقى هذا العمان كيبقى هذا العمان. شو انا هالعام هذا ما شريتوش، انا كنت شريت العام اللي فات وملي طلعت دابا بزاف الماء البحر كيكلحوا الحاجه وانا من ديك الناس اللي زعما ملي كنكون نتغدى برا ولا شي حاجه ما كنمشيش الى الدار وندوش ونلبس لي حاجه كنا غنكون في البحر الانسان تعرفها غيكون فيا الجوع ولا شي حاجه كنطلع بيه كنتغداو في البحر وكنطلعو كنتغدى مره مره حيتاش انا اصلا ما كنمشي بزاف برا غير مره مره بغيت زعما نوع فيهم يكون عندي هذا يكون عندي واحد اخر هذا شريتو في الزراق اخر في الكحل في الكحل دابا تاني عجبك النوع يا الا هذا هذا ما نعطيه لكش يا بنت قلت لي طيب شي شي شكرا قصاك في اليوتيوب هاي 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 قول له انا شريت الصاك انا شريت الصاك هاي جابتني جابتني حي حي بالله ماشي عند بابا عرفي شكون ماشي عند بابا مطورة هي تبارك الله مطورة الله يحفظها من العين والمتابعين المتابعين ديالنا المتابعين ديالنا الله يرزقهم تاهما بالذرية الصالحة.